رئيس الجمهورية دعا إلى ضبط أو وضع استراتيجية وطنية، وقالها صراحة أنه يجب وضع استراتيجية لضبط أسعار اللحوم الحمراء. نعم، أولا نشكر رئيس الجمهورية يعني لأنه هو اللي فتحت الاستيراد، عودنا فتحنا الاستيراد نتاع اللحوم، لأن بعد ما عملنا عملية نتاع لو ريسونسمون تاع لو شيبتال هذاك، شاف الرئيس أن الثروة الحيوانية التي كانوا يعطيوا له الأرقام تاعها يعني ما كانتش صحيحة، لذا دونك قرر باش يكون فيه فتح الاستيراد. فتح الاستيراد يعني هذا كان جاب نتيجة كبيرة، لأن احنا شفنا اللي بلي عملية رمضان 2024 كانت عملية ناجحة. لماذا؟ لأن اللحوم يعني هبطت يعني بصفة كبيرة، بعد ما كان اللحم تاع البقر ب 3000 دينار ولا يدير يعني 1350 دينار، وبعد ما كان اللحم تاع الخروف يدير 3200 دينار ولا يدير 1850 دينار. هذا يعني جعل ان العمليه تكون عمليه ناجحه. السيد الرئيس كيقول لازم استراتيجيه اخرى. لماذا؟ لان احنا من جهه نفتح الاستيراد، ومن جهه ثانيه لازم نخمو على الفلاحين والموالين هذوما، يعني كيف نعاودوا، كيف نقدروا نعاونوهم باش نعاودوا نحيوا الثروه الحيوانيه اللي هي كانت يعني السبب نتاع ارتفاع الاسعار. إذا الدخول نتاع اللحوم هذه المستوردة جعلت أن الذبح نتاع الخروفة هذه والأنثى هذه يعني نقصت. إذا اليوم الموال والفلاح عنده يعني فرصة باش يقدر يعود يجدد الثروة الحيوانية هذه من جهة. من جهة ثانية احنا اليوم رانا كمستوردين، ولكن غدا إن شاء الله عندما الفلاحين وعندما الموالين هذوما يحطونا يعني اللحوم هذه بكثره في السوق، راح نعملوا احنا راح نوليو نعم. مصدرين. لكن يعني السيد بحبو، لماذا اليوم لا يتحكموا في اسعار اللحوم الحمراء؟ نعم. يعني كما ذكرت منذ قليل نعم. انخفاض في اسعار اللحوم في رمضان ثم تعود بسرعه للارتفاع. لا، لان لازم يعني هناك تذبذب يعني في الاسعار. لا، لازم نعرف ان من نهار اللي دخلت اللحوم الحمراء كان فيه تحكم في اللحوم المستورده. المشكل هو ما قدرناش نتحكموا في اللحوم المحليه. لماذا؟ لان النقص نتاع الثروه الحيوانيه هذا اثر، لان لازم نعرف ان بعد غلق الاستيراد لمده 4 سنوات يعني الثروه الحيوانيه كلها اللي كانت عندنا يعني استعملناها في ال4 سنوات هذيك اللي ما كناش نستوردوا فيها. هذه من جهه. من جهه ثانيه لازم نفهموا ان الجزائر كانت عندها يعني ثروه كبيره نتاع الغنم، والنقص كان عندنا نقص كبير، وكان توجوري البروبليم هذا نتاع اللحم تاع البقر اللي كان ناقص. ما هو سبب ربما تراجع الثروه الحيوانيه؟ تراجع الثروه سواء من رؤوس سواء ما تعلق الامر برؤوس الاغنام او الابقار. شوف، اولا اذا كان نقولوا على الاغنام، كما كنت نقول لك كي تحبس انت يا استيراد اللحوم تاع البقر، واش راح يوقع؟ الناس راح تمشي للحوم تاع الاغنام. نعم. هذا اللي هبط الثروه الحيوانيه نتاع الغنم. اما بالنسبه للحم تاع البقر، لازم نعرفوا ان اللحم تاع البقر هذا لازم له امكانيات كبيره، مالغريك يعني الدوله دارت وفرت الامكانيات، نقصت لا تي في، نقصت في الاسعار، ووفرت يعني الاسعار. تم خفض الحقوق الجمركيه من 30% الى 5%. نعم، هذاك بالنسبه نعم. للاستيراد نتاع اللحوم نعم. الطازجه والى اللحوم مغلفه بدون كرافتن، يعني الدوله دارت مجهود كبير وراي تعمل نعم. يعني مجهود كبير. لكن لازم نعرفوا ان اذا كان حبينا باش نحلوا المشاكل هذيا، لازم الوزارتين والفيدراليه الوطنيه لمستوردين اللحوم ومشتقاتها والمتعاملين هذوما في الميدان هذا، لازم نتفاهموا ولازم نقعدوا في طابله واحده، ولازم كل واحد يعطي واش هي النقائص. لماذا لحقنا للدرجه هذيا؟ لماذا لحقنا باش عندنا نستوردوا؟ لان نعرف ان لا كونسوماسيون تاع اللحوم في الجزائر نعم. يعني استهلاك اللحوم هي ما بين 28000 حتى 30000 في الشهر، دونك يعني سي دي كونتيتي كي سون امبورطون.
من جهه ثانيه اذا كان نشوفوا تقارير نتاع وزاره التجاره ووزاره الفلاحه يقول لك اللي بلي اننا قدمنا يعني لي كونتيتي اللي قدمناهم ما يعني ما استغلوش كلهم. لماذا ما استغلوش كلهم؟ لماذا؟ لان فيه مشاكل اللي بدات تظهر اليوم مع المشاكل هذه اللي راهي واقعه في العالم. اولا اللحوم يعني من سبتمبر 23 الى اليوم اللحوم زادت بزاف في في اسبانيا، يعني في الدول الاوروبيه هذه من جهه. من جهه ثانيه فيه المشكل نتاع الشحن، فيه المشكل نتاع الترونسبور، فيه المشكل هذوم كاع رانا حنايا رانا نسيروا فيهم. لكن الشيء الايجابي والشيء اللي راه اللي كنشوفوه ونلاحظوه اليوم هو ان اللحوم موجوده في الاسواق، ولاحقت ان اللحوم اليوم راه اللي في متناول جميع المستهلك المواطن الجزائري. بالرغم سيد بحبو وزير التجاره يعني تحدث سابقا عن ضروره وضع شبكه وطنيه تتكون من موزعين ومصنعين ومنتجين يعني من للتحكم في الاسعار من المصنع حتى وصول ربما المنتوج الى المستهلك. نعم لكن رغم ذلك يعني تعاود الاسعار من جديد للارتفاع. لماذا؟ لان لازم يكون فيه تنسيق ما بين وزاره التجاره والمتعاملين الاقتصاديين المحترفين. احنا اليوم مثال بسيط، عندما نشوف المرسوم التنفيذي رقم 24133 مؤرخ في 9 افريل 2024 وين كنا نقولوا اللي راه ليك مجمد، احنا نتصادف يعني بالاعلان هذا بالكومونيكي وين يقول لك راح يكون راح يطبق ابارتير دو 1 اكتوبر. يعني كي تسقف اللحوم هذا سي ان برودوي كي بورسي، يعني اليوم يطلع ويهبط. لكن اليوم كي نشوفوا يعني لا كورب نتاع اللحوم اترافير لو موند ماشي غير، لان لازم نعرفوا ان لا برودكسيون مونديال نتاع اللحوم في العالم بإشريه راهي ناقصه، وفيه دول اليوم فيه دول اللي كانت هي تنتج ولا تشري. مثال بسيط نعطيك مثال، فرنسا اللي هي الدوله اللي كانت فيها اللحوم ولات هي كانتك راهي اللي تمبورتي من البرازيل، عندنا الولايات المتحده الامريكيه اللي تمبورتي من البرازيل، عندنا الصين اللي تمبورتي من البرازيل، عندنا المكسيك اللي تمبورتي من البرازيل، الاسوام طلعت. يعني نعطيك مثال بسيط ان اللحوم اللي راهي تجينا حنايا من البرازيل يعني تقدر تقول ان الزياده نتاعها كانت يعني ب 300 دولار في لاطون، يعني سي تري امبورتون. هذه حاجه. من جهه ثانيه ما نقدروش نسقفوا اللحوم سي ان برودوي كي بيريسابل. دونك انت تجيبه اليوم اذا كان فيه، لان فيه طريقتين للدفع، فيه الطريقه نتاع لا ليت دو كريدي هذه وفيها لا روميز دوكيومونتير. اذا كان نتكلموا على لا ليت دو كريدي باش الفورنيسور هذا يخلص لازم له شهر، اذا كان بار روميز دوكيومونتير لازم له تقريبا 20 يوم. انت راك جايب اللحم هذايا لازمك تبيعه لان فيه دي ال سي، سي ان برودوي كي بيريساب ما يقعدش ما يقدرش يستنى، يعني سريع التلف. اذا كيفاش انت تسقف اللحم هذا وانت راك بعته ما على بالك شحال استقام لك؟ لماذا؟ لان باش تقدر تعرف شحال استقام لك اللحم هذا لازم كي يعملوا لو ترونسفير نتاع الاخر، قال هذاك النهار شحال سوا لورو. هذه من جهه، كاين من جهه واحد اخرين في المهنه هذه فيه مصاريف اللي ما عندهاش فوطرة. مثال بسيط يعني كي تعود تسربي بار اكزومبل للقصاب، ولا الا اذا كان تشوف انت القصاب عندما يجيب هذاك اللحم هذاك اللي راه لك في 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 مغلف في الكرتون بدون هواء، عندما تفتحه انت وتفتح هذاك الاخر هذيك الماء هذاك اللي هو الدم هذاك زيد كانتيك لومبالاج نتاعو هذا توسا سا ريبريزون 6-8% ديجا في لو كارتون هذا. دونك حنا واش نقولوا؟ اذا كان حابين باش نكملوا وباش اللحوم تبقى يعني موجوده في السوق وباش الاسعار نتاعها تهبط، خلي المنافسه ما بين المتعاملين الاقتصاديين. نعم، قبل ان نصل الى هذه النقطه سيد بحبو، نعم، اود العوده الى تصريح رئيس الجمهوريه الذي تحدث عن استراتيجيه لضبط اسعار حتى تكون اللحوم في متناول الجميع. انتم اليوم كفيدراليه هل لديكم الخطوط العريضه لهذه الاستراتيجيه؟ نعم بيان سور عندنا، والاستراتيجيه اللي تكلم عليها ما هي هذه الخطوط العريضه؟ الخطوط العريضه هي ما هي؟ هي 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 ناخذ الفلاح، لازم اللحوم المحليه هي اللي تكون متوفره. كيف تكون متوفره؟ نقدموا حنايا نقدموا كل ما يحتاجه الفلاح، كل ما يحتاجه الموال.
وشنو هي الماكله نتاعو من جهه، الادويه نتاعو من جهه ثانيه، الكميات نتاع المياه اللي كاينه. لكن لازم نعرف ان الثروه الحيوانيه الكبيره في الجزائر هي الاغنام، مش الابقار. الابقار هذايا هذه من جهه، من جهه ثانيه في البرنامج نتاع السيد الرئيس هو المشروع الكبير هذا نتاع بلادنا هذا اللي راح يتعمل فيه في اضرار، لهذا راح يكون يعني الكميات الكبيره نتاع البقر ونتاع توفير يعني الحليبته. هذا من بين المشاريع، فيه المشروع هذا، فيه مشروع ثاني، لان علاش باش نقدر نقضي وباش نقدر نهبط الاسوام هي لازم تكون فيه انتاج وطني. لكن الانتاج الوطني وحده ما يكفيش، لماذا؟ لان لازم من جهه ثانيه يكون فيه الاستيراد، الاستيراد هو اللي يخلق التوازن، هو اللي يخلق التوازن. نعطيك مثال، العمليه اللي عملتها الدوله نتاع الدجاج هذايا، وين كان الدجاج ما كانش وغالي، الدوله كانت عندها في الاستوك لحم الدجاج خرجت وهذا يعني عمل ليكيليبر نتاع. لكن سيد بحبو، هناك اعتراف من المنتجين والموالين بان عدد رؤوس الاغنام والابقار لا يكفي. نعم، هذا يعني والشيء اللي وصلنا احنا اننا نستورد، لان اللحوم غير كافيه، لان في الاول كنا نستورد باش نخلقوا التوازن، باش ما يكونش فيه يعني اختلال بين الطلب والعرض. لكن اليوم اليوم رانا نستورد باش نكفي السوق، هو الفرق ما بين لتغطيه حاجيات السوق. هذاك صح، هذه هي. اذا هذا ما يقدرش الفلاح وحده، ما تقدرش وزارة الفلاحة وحدها، ما يقدرش وزارة التجارة وحدها، لازم جميع الناس اللي عندهم الدخل في المهنة هذه يقعدوا في طاولة. ولكن إذا كان واحد صغير أعطاك فكرة ولا أعطاك خطة، لا 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 لازم نمشوا فيها، إذا كان شايفها راح تكون صالحة باش ترجع بالمنفعة للمستهلك. هذه من جهة. احنا من جهة ثانية، احنا كنا تقريبا هذا العشر أيام اللي فاتت كنا شرعنا في عمليه تاع رمضان 2025، عيد الاضحى تاع 2025. لكن الاعلان هذا اللي خرج تاع التجاره هذا يعني اون توت سانسيريتي هذا سي ان فرا بالنسبه للمتعاملين الاقتصاديين. لان نعم. علاش؟ لان لازم كي نعملوا حاجه لازم نتشاوروا. نعم. بيناتنا ما فيش. نعم سيد بحبو، ذكرنا انه اليوم سيستلم او تتدعم السوق الوطنيه بدفعه جديده من اللحوم الحمراء. كيف يمكن للمواطنين ربما اقتناء هذه اللحوم؟ ما هي النقاط التي ستوزع في هذه اللحوم؟ هل ستكون في متناول جميع المواطنين؟ هو اولا يعني هذه تاع العمليه تاع الاستيراد تاع شركه وطنيه مش جديد، واللحوم تاع المستورده راهي موجوده، وتقدر تقول ان المتعامل الاقتصادي هذا الخاص هذا راه ليك موفر الشحنات هذه والكميات هذه. هذا الشيء كي جابت شركه وطنيه هذا نرحبوا به، يزيد يساهم يعني باش اللحوم تكون موجوده يعني بكميه كبيره. وين يقدر يشريها المشتري هذا؟ المستهلك هذا يشريها في لي بوان ديبون تاع نقاط البيع، نقاط البيع تاع الشركه هذه الفيار. ولكن الفيار هذا قلت لك مش حاجه جديده، يعني قال كيما في النهار الاول قال جابوا اوجا الحمراء، لا الحمراء موجود، الحمراء اللي موجود، ولكن اليوم حنا رانا نمشوا ورانا نخدموا لتجسيد قرارات نتاع رئيس الجمهوريه في الميدان. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، المتعاملين الاقتصاديين يعملوا باش المستهلك الجزائري يلقى، ماشي ما يلقاش، يلقى ولكن باسعار اللي تناسبه اللي يقدر عليها. هذه هي، هادو هما النقطتين اللي حنايا كفدرالية الوطنيه اللي رانا نخدموا عليها باش نوفروا، لان اللحوم اليوم موجوده. خلوا كما كنا نقولوا من قبل، تخلي المنافسه ما بين المتعاملين الاقتصاديين، الدوله تقعد من فوق كما ريغولاتور. ما دور ربما المنافسه ربما في كسر الاسعار؟ يعني كي تخلي انت المتعاملين الاقتصاديين وما تربطهمش ديكومينيكي كيما هكذا، وين ما تفشلهمش وين تقول انت هامش الربح 4%، شكون راح يخدم لك ب 4%؟ شكون راح يخدم لك الموزع ب 5%؟ وشكون واش هو القصاب راح يخدم لك ب 8%؟ يعني يقول لك يجيب ان كارتون يحلو راه ليك تروح له 5-6% وحده. لي شارج اللي عنده قال باش بور نيتواي الحانوت ديالو باش، وراح تكفيه 8%، ما تكفيهش. حنايا اليوم وشنو هو المهم نتاعنا؟ اننا نوفروا اللحوم بالكميات الكبيره باش نقدروا، لان في رمضان ما ننساوش
ان رمضان تاع 2024 اللحم تباه ب 50 وب 60000. حنايا حنا الشيء اللي راه لك اللي راه لك ياثر في المتعاملين الاقتصاديين، وانه كان فيه اتفاقيه ما بين التجاره والفلاحه والمتعاملين الاقتصاديين باش اللحوم سقفناها ل 1200 دينار و 1350 دينار. هاد العمليه وهذا الاخر مشى. اذا كان مشى وزاد العمليه هذه جعل ان التنافس ما بين المتعاملين الاقتصاديين، هما يقول لك 1200 حنا المتعاملين باعوا ب 600 دينار. اذا كانت عمليه هذه ناجحه لماذا نغيرها؟ لماذا نسوطي الحاجه واحده اخرى وين حنا كي نشوفوا حاجه تمشي نسجعوها ماشي نخلقوا لها دي كومونيكي كيما هكذا. هل يمكن ربما اليوم كسر هذه الاسعار؟ نعم، يعني كيف يمكن كسر الاسعار والحفاظ ربما على سعر ثابت؟ خلي المتعامل الاقتصادي يخدم من جهه، وعندما نعملوا شروط الخدمه وعندما نعملوا اتفاقيات نكملوا فيها، ما نحبسوهاش في نص طريق ولا في الديب نتاع وين تبدا تمشي، لان احنا رانا نشوفوا العمليه مشات وكانت فيها نجاح وعمليه ناجحه. اون ايكيب كي كان علاش نبدلها؟ دوك انت عندك واحد مريض وعنده ان تريتمون، لو تريتمون هذا يمشي مليح فيه، يعني لا طونسيون ار لي كيكيليبري، لو ديابيت كيكيليبري، علاش تبدل لو تريتمون؟ اذا حنا واش نقولوا اليوم الامور ماشيه مليحه، خلونا نكملوا في الطريق هذه، خلونا نساهموا في العهده الثانيه ونعاونوا الرئيس. نعم. بالافعال بالفعل ماشي عندما بالكلام. نتحدث ربما عن كسر الاسعار اكيد نتحدث عن المنافسه سيد بحبوب. نعم، لكن المنافسه ما بين شكون وشكون؟ حنا رانا نقولوا خلي المنافسه ما بين المتعاملين الاقتصاديين ماشي بالقوانين. تحب دير منافسه، المنافسه ما تعملش بالقوانين، المنافسه القانون يتعمل في الاول، قال لهم حدود هم شروط هاي كذا هاي كذا، لكن من بعد خلي الناس تخدم. اذا كان حلينا وخلينا الناس تخدم، انا نقول لك اللي بلي 1200 و1350 و1850 تاع اللحم. نعم. تاع الخروف، اذا كان خلاونا نستخدم كيما لازم راح اللحوم راح تزيد تهبط. حنا تفاهمنا وتفاهمنا على هذه الاسعار، خليهم اللحوم تهبط والمنافسه هذا ما بين، لان علاش كل متعامل اقتصادي ماذا به يكون هو الاول، ماذا به هو اللي يبيع الاول، ماذا به هو اللي يجيب الاكثر، خليهم والدوله راهي من الفوق راهي تشوف. اذا كان درك هذيك متعامل والا ما مشاش في اطار القانون، ولا الدوله راهي لك هنا حارصه باش تعاقبه ولا باش تعمل له ولا باش كذا. وحنا الفيدرالي رانا تحت تصرف نتاع وزاره الفلاحه وتاع وزاره التجاره، اذا كان يطلبوا منا يعني المعلومات والا يطلبوا منا اي حاجه احنا نقدموها لهم. نعم، هل ستغطي ربما اليوم الكميه المستورده من اللحوم احتياجات السوق الوطنيه والطلب عليها؟ اذا كان حنايا اذا كان مشينا في الطريق اللي رانا نتكلموا فيه وبدون ما يكون فيه الاعلانات هذوما والتسقيف، نعم الكميات راح تدخل وتدخل بكميات كبيره. انا نقول لك انا درك شهر رمضان راه لك عندنا اول مارس راح يكون شهر رمضان، بعد شهر رمضان شهرين من بعد راح يكون عندك عيد الكبير. المتعاملين الاقتصاديين اليوم راهم لك يخدموا في البرنامج نتاع رمضان باش ما يكونش فيه مشكل تاع كيما العام اللي فات. شفتي العام اللي فات كيف؟ نعم. كانت موجودة يعني، حتى كي تمشي وتشوف لي ريزو سوسيو تشوف لي المواطن كانت العام هذا إذا كان خلوا المتعامل الاقتصادي يخدم راح يكون أحسن من العام اللي فات. هل لديكم أرقام عن الدفعات التي ستستلمها اليوم السوق الوطنية أو ستصل إلى السوق الوطنية اليوم وغدا وبعد غد؟ شوف قلت لك من قبل ما هي الكميات التي تستهلك، هي 28000 و30000 على هذا الاساس هذا وين عملنا هذا فيما يخص الاستهلاك. هذا فيما يخص الاستهلاك. درك الاستيراد اذا كان حنا خدينا يعني هذا الارقام هذا كمنطلق نتاع الاستهلاك، هذا حنا كي نقولوا 28000 و30000 شنو هو؟ هو لا كونسوماسيون توتال. لا كونسوماسيون توتال واش فيها؟ الاستهلاك الاجمالي. نعم الاجمالي اللي فيها تدخل فيها المستهلك، يدخل فيها لي ريستوراتور، يدخل فيها لي كولكتيفيتي لوكال، يدخل فيها الجامعات، مطاعم. صح. اليوم حنا فيه مشكل، اللحوم هذه اللي راه لك تدخل اليوم يقول لك هي ديستيني اونيكمون للكونسوماتور، موجهه للمستهلك. لماذا ما نوجهوهاش؟ لان كانت كميات كبيره اللي دخلت في رمضان، وين حتى لليوم المتعاملين الاقتصاديين راهم اللي كيسوفروا بها. حطوها ماذا يعني ذلك ان هذه الكميه التي ستصل اليوم موجهه فقط للمستهلك؟ لا، هي لو برانسيب نتاعهم هي هذه، يقول لك تكون اونيكمون للمستهلك. ولكن لو ريستوراتور دوك انت وبالنسبه للمتعاملين الاقتصاديين؟
المتعمق هاو انت غدوه راك تتزوج وتحب دير العرس او ما عندي ما يعطيكش القانون وزاره التجاره ما تعطيكش الحق انك تشري اللحوم نتاع المستورد هذا اسكو سي لوجيك يعني دوك الجامعات والى المدارس ولا كذا تقول له انت اللحم هذا لا موسى التلميذ هذا والى العريس هذا موجه للمواطن البسيط يعني. موجه للمواطن نعم بسيط ولا كان لان الجزائر راهي اللي حاطه لبلي جميع المواطنين كلهم سواسيه كاين اللي يحب يشري يشري يروح عند القصب يشري نورمال لافيون دامبورطاسيون هما واش يقول لك يقول لك لا اونيكمون لو كونسوماتور لماذا لو كان نعطيو الريستوراتور راح يبيعها بلو شير ولا راح يبيعها كذا ولا خلي المنافسه تولي حتى هذاك حتى ذاك الشوي اللي يبيع ب 8000 يولي يبيعو ب 4000 يبيعو ب 2000 فراك خلي لي سي لا كونكورونس سي لا كونكورونس هي اللي تسوي وهي اللي تمشي السوق لان علاش كاين لا فورمولا هذه اللي ما نحبوش نسمعوها تيرمون لوفري لا دوموند مي لا باز نتاع العرض والطلب هذا هي مع دخول الاستراتيجيه الوطنيه لضبط اسعار اللحوم هل تتوقعون ان تحدث ربما توازن في اسعار اللحوم الحمراء الى نهايه السنه الجاريه؟ الكومينيكي هذا نعم. لا في يعني الاستراتيجيه اقصد الاستراتيجيه الجديده التي تحدث عنها رئيس الجمهوريه نعم لضبط اسعار اللحوم نعم. ما مدى يعني تنفيذ هذه الاستراتيجيه يعني على النقص اقصد المدى الزمني هل يمكن ان تضبط او تحقق توازن في اسعار اللحوم الحمراء الى نهايه السنه راح يكون الرئيس ما يقدرش يعمل يعني استراتيجيه بلا ما تكون عندها ما تكونش عندها ايجابيات ما تكونش عندها فائده لكن الاستراتيجيه اللي قلت لك يعودوا يوجدوا المشاريع هذا اللي رانا فيهم من جهه ثانيه احنا كفيدراليه نقدروا نتعاونوا مع الفلاحين مع الموالين باش نعاودوا نهزوا يعني الثروه الحيوانيه لكن باش نقدروا حنا نعاونوا هذو لازم نخلوا اللحوم هذه تاع الاستيراد تدخل باش باش الموال ما عادش يذبح لنا الخروفه ما عادش يذبح لنا في النعجه ما عادش يذبح لنا في الاخر باش نطوروا حنا ونعاودوا نطلعوا لو شابتال ناسيونال هل الاسعار ستبقى على حالها؟ كيف؟ هل تبقى محافظه على اسعارها بالنسبه للحوم المحليه؟ المستورد اقصد اللحوم المستورده اذا كان راك تمشي للسوق راك تشوف لي فرق كبير ما بين المحليه وما بين المستورده هذه حاجه الاولى غير اذا كان ماكش تمشي للسوق ما تقدرش تشوفها لكن الناس راهي تشوفوا راها تشري في اللحوم اللحم اللي كان الواحد كان يمشي الماده واحده اخرى اليوم ولا بامكانه يعني اقتناء اللحوم نعم يعني المواطن اصبح بامكانه يعني نسبيا شوف اقتناء اللحوم المواطن اليوم راه اللي ياكل اللحم ويقدر يزيد ياكل اللحم اكثر ونزيد حاجه اخرى كما كنقولوا ونعاودوا ان شاك فوا لو سونتر دو غرافيتي دو تو لاغرو اليمونتير الي بازي سور لا فيوند نهار اللحوم تكون موجوده بكميات كبيره وباسعار منخفضه كل شيء يحبط حتى البطاطا تحبط حتى السردين يحبط حتى الدجاج يحبط كلها تهبط اذا هذا سي بور سا حنا واش نقولوا ناكدوا على الشيء هذا وفروا اللحوم بالكميات خلي المنافسه ما بين المتعاملين الاقتصاديين Et le résultat, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà constaté en 2024. Et quand nous avons dit que nous avons dit que nous avons نعم ورئيس الجمهورية قال إن الاستيراد لن يتوقف عنده الحق رئيس الجمهورية لأن رئيس الجمهورية راه يشوف رئيس الجمهورية وعلى باله تو سكي سباس كنا نقولوا له كان كذا كان كذا لكن اليوم راه يشوف لي الاستيراد جاب دي ريزولتا ونزيد باش نزيد نقول لك يعني احنا يعني الرئيس الجمهوريه هذا شرف لنا كبير انه يعني شكرنا في العمليه تاع رمضان شكر يعني الوزاره شكر كذا كل المتعاملين ما بينهم المتعاملين الاقتصاديين رئيس الجمهوريه يعني كيشوف وراه يشوف وراه يتبع شاف النتائج يا اخي راه لك ايجابيه دونك حاجه اللي تكون ايجابيه نكملوا فيها اذا الرئيس عنده الحق والف حق كيقول لك نكمل في واسمه نكمل في ليزامبورطاسيون يعني اليوم يمكن طمانه المواطنين انه ابتداء من اليوم بامكانهم اقتناء اللحوم بالوفره المطلوبه وبالاسعار المعقوله الوعد هذا كنا اعطيناه عام اللي فات وراه ماشي ورانا ماشيين فيه الشيء اللي نطلبوه برك ان الاعلان هذا الكومونيكي وهذا القرار هذا تاع المرسوم التنفيذي هذا احنا ماذا بينا كمتعاملين اقتصاديين ماذا بينا يلغى وكنا ورانا بعثنا برساله الى السيد الوزير الاول ان شاء الله
بعثنا الرسالة هذه ونحطينا فيها ما يعني جميع الحوايج اللي. هل تم الرد على الرسالة؟ نعم. هل تم الرد على هذه الرسالة؟ تم الرد. هل تم الرد؟ هل ردت عليكم الوزارة الأولى؟ لا، احنا واش ندلو الوزارة، عطينا لها بعثنا لها الرسالة عن طريق الاوفيسيال، نستناو في الرد. لكن يعني بكل صراحة يعني كل مرة وين رسلنا الوزير الأول يعني اون توت سانسيريتي اون جامي دو سيربريز، سا توجور ايتي يعني دي ريبونس بوزيتيف من جهة، لأن نعم رد إيجابي، يقرا ويشوف وراه يتابع. شكرا جزيلا لكم السيد سفيان بحبو، رئيس الفيدرالية الوطنية لمستوردي اللحوم ومشتقاتها، على تلبيتكم الدعوة والحضور معنا.